قبل أن نبدأ قلنا بالدراسة نسأل عن أسئلة خمسة. نعم بدرنام أرمك دل مومباي. أنت جودينغل نام جوديكم. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ ونام تجوديم يندينا نام متوحيد بدي كندا. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ نام تجوديم. எந்து கொண்டு உசுல் சலாசா என்ன ஈ மத்தில் தன்னே நாம் தெரிஞ்செடுக்குந்து படிக்கேனாய் لأننا الطلاب والطالب لابد يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه காரணம் நம்மிடு பண்டிதம்மார் வரைச்சு காணிச்ச வழியிடுத் என்ன சந்திரிச்சால் மாத்திரமே சரியாய வழியிலேக்கு முக்கத்தான் கிழியுள்ளு என்று கொண்டான் السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار முதாமத்த சோதியம் எந்தானு மூணு அடிஸ்தான தத்துவங்கள் சுருக்கி பழையாமோ என்ன هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام قبرك ورال تودي كبرنا مون تودي غلاني دو إنجا ربا أران إنجا نبي أران إنجا دين أران إنجا مون تودي نعم السؤال الرابع ما الفائدة ما الثمرة من هذه الدراسة نعلم تودي يوم إذو بديتشار كتنا نهتم اندان نقول الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. إيمود كارينغل أديستارينغل بابريكيوم أبغاران دينه داران نبيه داران نكتب ماي منسلا كيم جيدان أدو بعمرهم عمل جيم جيدان الدنيا بيل أدو بعمرهم جيبي تشال قبرل إن شاء الله آجودينغلك مرورة بريانا مكساديك. نعم السؤال الخامس والأخير على ماذا يحتوي هذا المتن؟ أو إذا أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن، نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. أنجامت تجوديم. إي أصول ثلاثة أيضا غرندم. هذه يندلها ما نقول كلنا. تركي بريكي على جيل. أنج كارين على البطانة ما يم. نقول كلنا يند. أنا سلكان كريم. نعم. القسم الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع هي علم وعمل ودعوة وصبر. سورة العصر. والنام هذه الأولى نال مستقلان. هذا هو علم عمل صبر دعوة نعم الدليل عليها سورة العصر هذا القسم الأول هذا اللي تريواي بنا ذي سورة العصر عن ونامة البهارات نعم القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة عندما تبهاغا مولا ذي أنواع التوحيد توحيد عند إننجل أقسام ولا إننجل القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد ونامة تبهاغا مولا ذي يندنا عن أمر التوحيد بريك ذي القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر نعلمة بهاغا مولا ذي قبرنا جودة مايا إيه مون أديستان تطلع كل اللي بيأك كلامه. القسم الخامس الخاتمة والله أعلم. أنجامه ده إذا الخاتمة يعني وسماه بنا ما نقدر ولا ده.